تحياتنا لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن وحابين يعرفوا أخبارنا أو توقعاتنا السياسية لأمريكا. لكان الوضع بأمريكا وخصوصا بالوضع المقبل أو حتى الأشهر المقبلة والأيام المقبلة أبدا غير إيجابية، وخصوصا أنه الاقتصاد الأمريكي عم يشهد تدهور وتراجع كتير كبير، ونسبة الجرائم والبطالة رح تزداد أكثر وأكثر. وكمان فشل ترامب في تطويق إيران، وكمان منع الصين من التمدد العالمي، وكمان رح نشوف بالفترة المقبلة انسحاب للقوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان، وكان كمان أنه تحدثوا عن انسحاب من سوريا وما تم، ولكن الفترة المقبلة رح نشهد انسحاب من سوريا ومن أفغانستان، وكمان عم نشوف مفاوضات بتتعلق بإيران وبتتعلق بحزب الله بالمرحلة القريبة. هذه كانت توقعاتنا السياسية، تابعونا بتوقعات جديدة، ضلكم بألف خير، وباي باي.